رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في المدى: العراقيون يستقبلون رمضان بأسعار مرتفعة ووباء يشتد. جاء في الزمان: إضراب الأجور اليومية عن العمل والخريجون يحتجون للمطالبة بالتعيين. وتصفح في القدس العربي الأولى منذ المصالحة الخليجية: أمير قطر يهاتف العاهل السعودي والسيسي للتهنئة بحلول شهر رمضان. نقرأ في العرب الجديد: تحالف عراقي انتخابي جديد، أحزاب تواجه التيار المدني. وجاء في التايمز: سخط من استخدام لعبة فيديو للسخرية من معاناة العراقيين أثناء معركة الفلوجة. ونقرأ في نيويورك تايمز: حادث ناتنز يضع إيران أمام توازنات صعبة بين الرد وضبط النفس. وأخيرا وليس آخرا، جاء في الجارديان: بينها تونس والعراق، دول تستخدم ثغرات في سياسة فيسبوك للتحرش بمواطنيها وخداعه. أهلا بكم. نبدأ من العرب الجديد وجاء فيه: لم يعد سرا الحديث عن التغلغل الإيراني في العراق، ولم يعد سرا أيضا القول إن إيران متحكمة بالوضع داخل العراق إلى درجة يصعب تصورها، غير أن الجديد في الأمر ربما أن إيران بدأت تخطط لبقاء طويل الأمد في العراق، وبقاء ربما سيكون من الصعب ومن الصعوبة بمكان تفكيكه بسهولة، خصوصا مع توفر كل الإمكانات المطلوبة لمثل هذا النوع من البقاء والاستمرارية. مقال للكاتب أياد الدليمي حول النفوذ الإيراني في العراق نشرته صحيفة العرب الجديد وجاء فيه: لن تقبل إيران التي باتت ترى في هيمنتها على العراق فرصة تاريخية لن تتكرر التفاوض على هذا الملف، كما يعتقد بعض من يرون أن أي مفاوضات أمريكية إيرانية مقبلة حتماً ستحمل بين طياتها تفاصيل رفع إيران يدها عن بعض الملفات في الشرق الأوسط، ومنها العراق الذي يعد اليوم الدجاجة التي تبيض ذهباً لإيران. فناهيك عن الفوائد والعوائد الاقتصادية التي تجنيها سنوياً منه، ويتوقع أن تصل إلى نحو 20 مليار دولار أمريكي سنوياً، بات الوجود العسكري الإيراني في العراق حقيقة واقعة، ما يجعل منه ورقة تفاوضية مثالية لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة. هناك اليوم قواعد عسكرية إيرانية بالفعل انتشرت في العراق، ولعل جرف الصخرة المنطقة الزراعية جنوب بغداد وتهجير أهلها إبان الحرب على داعش عام 2014 مثال صارخ على هذا الوجود، حيث تفيد مصادر عسكرية عراقية بأن هذه المنطقة تمثل قاعدة عسكرية إيرانية فيها مئات المستشارين، بالإضافة إلى قواعد صاروخية بعيدة المدى ومصانع عسكرية. يقول الكاتب: تملك اليوم إيران نفوذاً قارب أن يكون الهيمنة الكاملة على كل العراق برمته بمقدراته وإمكاناته، هيمنة حولت مدناً ومحافظات كثيرة في العراق إلى قواعد انتشار رئيسة لميليشيات ولائية، ميليشيات عراقية المظهر إيرانية الجوهر، لا تعترف إطلاقاً بالعراق إلا بأنه امتداد جغرافي طبيعي ومذهبي لإيران، فهي تدين بولائها للولي الفقيه ولا تعترف بأي ولاء دونه. جاء في القدس العربي: هل سقطت بغداد فعلا؟ يوم 9 نيسان أبريل 2003، وما معنى السقوط؟ سؤال وجيه، من يبحث عن سقوط بغداد سيجد 3 صفحات من تاريخ يقودهم إلى ما هو أقدم وأعرق، إلى موقع ومدينة وعاصمة، لكل واحد منها خصوصيته المذهلة وتماهيه مع العالم في آن واحد، لأنه على خصوصيته هذه لم يكن استثناء بل امتدادا لحضارة إنسانية تتجه إلى الأمام لولا السقوط. نستمع إلى مقال للكاتب الكاتبة هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربية.
وإذا كانت أعوام الاحتلال قد هدمت الكثير، إلا أنها لم تنجح وبعد مرور 18 عاماً في دفع العراق للاستسلام والقبول بالخضوع عنواناً للحياة. فبقي الغزاة غزاة والاحتلال احتلالاً، ولم تنهر بغداد أو تستسلم لا رسمياً ولا شعبياً، بل بقيت عزيزة النفس مقاومة. أطلقت طلقتها الأولى برأس المحتل في اليوم الأول للاحتلال، وكان يوم العاشر من نيسان أبريل نقطة انطلاق المقاومة العراقية من بغداد إلى بقية المدن من الموصل وكربلاء والنجف إلى الفلوجة ضد قوات غزو بلغ عددها 147 ألف أمريكي و15 ألف بريطاني، مدججين بأحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية وتغطية إعلامية بملايين الدولارات. ولم تسقط بغداد. هذه المدينة التي تصفها منظمة الرصد بأنها مركز حكومة من بين الأكثر فساداً في العالم، حيث يشرب سكانها يومياً مياه غير صالحة للشرب وناقلة للأمراض الخطيرة وحتى الموت. بغداد الموسومة بأنها الأكثر قذارة في العالم على الرغم من ثروة البلد الهائلة. بغداد التي يجوب الموت شوارعها متمثلاً بميليشيات ومرتزقة ولصوص يتحكمون ببرلمان ينطق باسمهم. هذه بغداد التي لم تتوقف يوماً عن إثارة دهشة العالم بمقاومتها للخنوع والانحناء أمام الغزاة والمستبدين، تدهش العالم بنهوضها المرة تلو المرة. تنبع من بين أحجار شوارعها ودرابينها أزهار لا تقل نضارة عن زهور هيروشيما بعد رشها بالسلاح النووي الأمريكي. يضيف الكاتب: ولم تسقط بغداد، رفعت رأسها عاليا في قلبها النابض في ساحة التحرير عام 2011 وترتها انتفاضة تشرين أكتوبر في 2019، حيث توسع قلب المدينة، حيث سرد دماؤه في شرايين المدن، فتكاثرت ساحات التحرير من البصرة والناصرية إلى الكوتي وبابل وباقي المحافظات الأخرى، يقيم فيها مواطنون يطالبون بوطن. نعم بوطن، هل سمعتم قبل هذا بمواطنين يطالبون بوطن؟ فبلغت تكلفة الوطن للسنة الواحدة 600 شهيد ومئات الآلاف من الجرحى وآلاف المعاقين. ثم يأتي من يقول لك أن الاحتلال كان تحريرا أو تغييرا وأن بغداد سقطت. نتصفح في العرب اللندنية: الصناعة النفطية العراقية أمام تحدي الاحتجاجات وفرص عمل لكوادر غير مؤهلة. تحولت المنشأة النفطية العراقية إلى هدف دائم للمحتجين العراقيين ممن يبحثون عن فرصة عمل في قطاع يعد الركيزة الأساسية في تمويل الدولة العراقية، ويعتبر المحتجون أنه يخضع لسيطرة الشركات الأجنبية والعمالة المستوردة كذلك، مما يحرم العراقيين من فرص العمل. تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية، نستمع إلى جزء منه. العراقيون وجدوا أن أهم مصدر للدخل والصناعة الوطنية الوحيدة المتبقية تمت السيطرة عليهما من قبل امتيازات الشركات التي لم تسعى كسابقاتها قبل قرن لتطوير الكفاءات العراقية. وقال مسؤول عراقي رفيع في القطاع النفطي عمل لسنوات طويلة في حقول الجنوب للعرب إن المشكلة تتفاقم وإن ثمة فجوة كبيرة بين ما نتوقعه من الخريج وما نجده فعلاً. وأضاف أن جزءاً من المشكلة أن القيادات السياسية للأحزاب تعتبر القطاع النفطي منطقة محاصصة للتوظيف والمحسوبية. هذا سيؤدي إلى تراجع في الإنتاج أو الصيانة، وهو آخر ما يريده العراق اليوم. كل شيء في العراق أساسه الريع النفطي، وساهم نهم الحكومة العراقية في الحصول على عائدات سريعة لتمويل مصالح ومشاريع ما بعد احتلال العراق في اعتمادها على الشركات الأجنبية التي جاءت ومعها عمالها وفنيوها خصوصاً من الآسيويين. وتتمثل الأزمة التي تقود إلى محاصرة المنشآت من قبل محتجين خصوصاً في جنوب العراق، حيث قلب الصناعة النفطية في توسع صوري للتعليم وشهادات تمنح للخريجين دون تعليم أو تدريب مهني حقيقيين، ما يعيق بالإضافة إلى محدودية القدرة على التوظيف توفير فرص عمل للخريجين العاطلين. وزارة المالية العراقية تقول إن موازنة عام 2021
لا تتضمن استحداث وظائف جديدة بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها العراق، لكن مراقبين عراقيين يؤكدون أن العمل في القطاع النفطي يجب أن يستقطب كفاءات عالية من خريجي هندسة النفط أو معاهد التكنولوجيا التي تخرج فنيين بمستوى الدبلوم، يمكن أن يكونوا أساساً للعمالة الماهرة في هذا القطاع الحيوي المهم. نشر موقع ميديا بارت الفرنسي تقريراً تحدث فيه الصحفي العراقي فرات العاني عن فساد الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في العراق، ويؤكد الكاتب في هذا التقرير أن بعض الفصائل المسلحة في العراق خرجت تماماً عن سيطرة الدولة وبدأت تشن عمليات خطف وتهريب وابتزاز في نفس الوقت لتمويل أنشطتها والحفاظ على نفوذها. ينقل الكاتب عن مصدر طلب عدم الإفصاح عن هويته أن الولايات المتحدة تستخدم وقوداً إيرانياً في قاعدة عين الأسد على بعد 180 كيلومتراً غربي بغداد. ويقول المصدر إن الشحنات تدخل إلى القاعدة بشكل قانوني في تحد واضح للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وبحسب الكاتب فإن ميليشيات الحشد الشعبي تشرف مباشرة على عمليات تهريب الوقود الإيراني، حيث تسيطر على المعابر البرية والبحرية للبلاد في ظل عجز الحكومة عن فرض سيطرتها. ويؤكد الكاتب أن الميليشيات الشيعية الموالية لإيران وفي مقدمتها كتائب حزب الله العراقي أصبحت خارج سيطرة الدولة تماماً، وهي تنفذ باستمرار عمليات ضد القواعد الأمريكية في البلاد تنفيذاً لأوامر طهران. الكاتب يؤكد أن طهران اضطرت بعد تنفيذ سياسة العقوبات القصوى التي فرضها دونالد ترامب إلى قطع التمويل عن الميليشيات الموالية لها في العراق، وهو ما جعل تلك الفصائل تبحث عن مصادر بديلة في ظل غياب الدولة، حيث أصبح مقاتلو الفصائل يقومون بعمليات تهريب وابتزاز وخطف لتمويل أنشطتهم ومن أجل بقائهم كذلك. ويقول دبلوماسي عراقي مقيم بالخارج إن هذه الميليشيات تعمل مثل العصابات، بمعنى أنها لا تتقاتل فيما بينها، بل هناك تفاهم بين قادتها على تقاسم مناطق النفوذ، وكل عصابة تحصل على نصيبها من الكعكة. نقرأ في عربي 21: لعل يوم 9 من نيسان أبريل عام 2003 كان يوماً فارقاً في تاريخ الأمة العربية. الوصف هنا ينسحب على تلقي خبر سقوط بغداد بين حاكم ومحكوم في الأمة العربية وبين بعض الدول وأخواتها، يوم تفرقت فيه الأمة وتقطعت أوصالها إلى حيث لا عودة. والآن لأن المقال هو بالأساس سياسي تحليلي يحمل رأياً وفكرة، يقول الكاتب: فلن أبكي على أطلال حاضرة وأطلال حاضرة الأمة وعاصمة الخلافة لما يزيد عن 5 قرون ساد فيها المسلمون العالم وحكموا شرع ربهم وأشاعوا العدل ما استطاعوا. ياسر عبد العزيز يكتب عن احتلال بغداد في موقع عربي 21: لقد كان لاحتلال العراق تداعيات كبيرة على البلد المحتل، فعلى الرغم من أن أمريكا بررت الحملة العسكرية على العراق بحماية العالم من شرور نظام ديكتاتوري يملك أسلحة دمار شامل، وبشرت بالتوازي مع ذلك بقيم ديمقراطية ترسخ العدالة والحرية وتداول سلمي للسلطة في دولة لا يقصى فيها أحد، لكن النتيجة التي انتهت إليها الحملة الأمريكية على العراق أفضت إلى دولة رعب تحكمها الميليشيات غير عابئة بالقانون. وعلى الرغم من أن الدستور الذي وضعه الأمريكيون ينص على ترسيخ الحريات وبسط العدالة بين مكونات الشعب العراقي، فإن نتيجة تطبيقه صورة كرتونية لممثلي تلك المكونات وتصدر كامل في مشهد الفيلم العبثي لمكون واحد مدعوم خارجياً، وهو أحد الخطايا التي ارتكبها الاحتلال ومن مشى في ركبه من دول المنطقة بتمكين إيران من قرار بغداد، فأصبح رئيس البرلمان السني مرشحاً من طهران وإلا لن يحصل على المنصب، وأصبح على رئيس الوزراء الشيعي أن يكون موالياً للمرجعية ومرشد الثورة ومؤمناً بمبادئها الخمينية ليجلس على المقعد،
حتى رئيس الجمهورية فهو رهين القرار الإيراني من خلال برلمان يسيطر عليه الموالون لها. الكاتب يقول: في عمر الأمم أحداث تغير وجه التاريخ، فسقوط بغداد واحتلال العراق لا يقل في نظري عن فتح القسطنطينية أو مقتل ولي عهد النمسا فرانز فريديناند أو هزيمة الخلافة العثمانية وسقوطها بعد مقتل ولي عهد النمسا واندلاع الحرب العالمية الأولى من بعدها. فلقد كان لسقوط بغداد واحتلال العراق تداعيات كبيرة، إذ شهدت حوادث وسوابق على مستويات عدة وأظهرت حقيقة النظام العالمي الجديد الذي يحكم العالم بعد الحرب العالمية الثانية وترسيخه بعد سقوط حائط برلين وإدارة العالم بمعرفة قطب واحد يستطيع أن يصنع الكذبة ويجبر العالم على تصديقها. جاء في الأيام الفلسطينية هذه الصحيفة تقول: ثقيلة التركة التي ورثها الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته عن الإدارة السابقة التي عبثت باستراتيجيات وسياسات الولايات المتحدة في مختلف أنحاء الكرة الأرضية. مع هذه التركة الصعبة والتي تبدأ من الظروف الاجتماعية والسياسية الداخلية والانقسامات التي خلقها ترامب ومريدوه وتنامي العنف والتحريض والعنصرية، تجد الارتباك خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بحسب الكاتب طلال عكر. الفلسطينيون وقضيتهم وحقوقهم كانوا أبرز ضحايا السياسة الترامبية، وبالرغم من أنهم رفضوا بقوة تلك السياسات، إلا أن واقع الحال لا يشير إلى أن الفلسطينيين قد دخلوا في عراك حقيقي مع الإدارة السابقة وأنهم لم يتمكنوا من تعطيلها. إدارة بايدن تجد نفسها مضطرة للتعامل مع كل هذه الملفات والتعقيدات، ولكن دون وضوح في الأولويات. فمرة يقال إن الملف الداخلي هو الذي يقع في رأس جدول الأولويات، ومرة يقال إيران، وفي مرات أخرى تصبح الصين هي العدو الأول للولايات المتحدة. صحيح أن الإدارة عادت للانفتاح على السلطة عبر الاتصالات، ولكن لم تتخذ بعد خطوات عملية فيما يتعلق بمكتب المنظمة في واشنطن وإزاء موضوع القدس حتى بحدود استعادة دور القنصلية الأمريكية. إدارة بايدن لم تصدر أي موقف ولم تمارس حتى الحد الأدنى من الضغط على الحكومة الإسرائيلية بشأن حمى الاستيطان التي تزحف على كل الأرض المحتلة. وإزاء ملف الانتخابات الفلسطينية ثمة ما يدعو للقلق وحتى الاستنكار، إذ تشارك الولايات المتحدة إسرائيل في الرغبة بعدم إجراء هذه الانتخابات، بالإضافة إلى أنها عادت لتطرح شروط الرباعية الدولية على الفصائل التي ستشارك في هذه الانتخابات. وبعيدا عن السياسة، الفلسطينيون يستقبلون رمضان بأجواء احتفالية، حيث أجواء احتفالية في فلسطين تعيشها مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة في استقبال شهر رمضان المبارك من خلال تزيين المنازل والأسواق، وتشهد محال بيع الزينة حركة نشطة. ويقول باعة إن المواطنين يقبلون بالأحرى على شراء الزينة الرمضانية بشكل كبير، ويحل الشهر الكريم في ظل معاناة الضفة الغربية من موجة ثالثة من جائحة فيروس كورونا. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.